هلو، اليوم رح أعلمكم أسرع أكل في العالم وأطيب أكل في العالم. أنا أولادي كتير بحبوها. هي سلطة دروس، هي من المعكرونة بتجي هيك مشكلة. أنا لقلي بستعمل المعكرونة البنية، انهرست معكرونتي حبيبتي. أوكي، بس لحتى صفي معكرونتي. هلا بضيف لها أنا خضرة، إذا كان فاصوليا حمراء أو شو ما عندي. ولادي ما كتير بحبوا الخضرة، فأنا ما بكتر لهم خضرة، بكتر لقلي، لأني أنا بستعمل مثل ما قلت الفول كورن. هني ما كتير بحبوا المعكرونة فول كورن هيك شي. بعدين بحط لها الأشياء البحرية، هيدا الكراب، حتى خليت وحدة كاملة عشان أعملها قدامكم. alright ما في داعي صغيرة كتير لأنه بعد تحركها حتفرط كمان. وأخذت صمت الريتسيب بينه وبينهم ريديس. alright ونسينا أهم شيء لإلها، اللي هي الذرة والشامبينيون، الفطر، الذرة والفطر. فهلا صار عندي ريديس وكراب وخضرة مشكلة، شو ما بدي حط خضرة فيها حط، والمعكرونة هيك وجمالها مع أحلام وكتير صحية. هلا ناقصني شغلة واحدة، حتى ما كتر مايونيز وتكمل القصة. هلا ما قادر يجيب كراب، ما قادر يجيب ريديس، أنا وقتكم مستعجلة وما عندي. هاي الطبخة هاي الطبخة بيلبق لها إنه تحط لها بس، وكتار بيعرفوا خاصة العايشين بلبنان بيلبق لها بس تحط لها طون، مش مشكلة. هاي الطون، أنا هذا الطون كتير بحبه، بيجي شقف كبيرة هيك. أو حتى اللي ما بيحبوا أشياء سمكية في نحطه شقف دجاج، يا مشوية ويا أما مسلوقة بأشياء مطيبات منكهات هيك الأعشاب. فهلا صار عندي طون، كراب، ريديس، مكرونة مشكلة، خضرة مشكلة، والأساس لهيدي بالخضرة الفطر والذرة. هلا بقى بضل عندي الملح، أنا بستعمل ملح هيمالايا لإلي. حطينا ملح قديه لأنه هذا كتير. alright هاكتفي بهالقد، بده بيزيد على صحنه. alright هلا ضل عندي عصرة حامض والأساس اللي هو المايونيز. مايونيز نعم، هاي الكمية الكبيرة بتاخد 3 مايونيز خفيف، بيقولوا ليت هون بسويد يعني ما فيه كتير بنسبة الفاتو والقصص. بنخلطها وبنقدر إذا بعد بدها شي خلال الخلط ببين يعني. هلا عرفتوا شو فادنا زيت الطون؟ زيت الطون أنا بكب منه بس ما أكله. أول شي غير النكهة، بيميع المايونيز وبيعملها هيك جوسي جوسي. بنتي عم بحكي عربي ماما هلا. وهي بقول ميرسي للونة اللي عم تصور، والناطرة خلص لتاكل أهم شي. تحبي يا مام للأكلة؟ شو؟ ايه ولا لا؟ تحبيها مع الدجاج ولا هيك أحسن؟ هيك أصلاً أنا بعملكم إياها بس هيك لأنه بعرفكم مع الدجاج ما كتير. أول لقمة حندوقها للونا، بتقلنا كيف طالعة، بدها ملح، بدها شي. أنا في دوق الخضرة والهيك، بس فيش دوق المعكرونة لأنه منا فول كورن وأنا عاملة دايت. تفضلي مام هندوقك لقمة. هلا بالمعلقة مع أنه هي بالشوكة بتتاكل.
بس مشان ندوق على السريع لونها. شو بدها شيء ولا طب طب؟ وصحتين. ما تتلبكوا اخر شيء، ما تتلبكوا، ما في اي شيء، استعيدوا بشيء تاني. الطوم بكفي لحال، الخضره مع المايونيز مع مع المعكرونه بتكفي لحال، الدجاج بتكفي. فانتوا تفننوا، الف صحه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. هلا بهالجات انا بعملها لانها كبير، برجع بنقلها على الازاز. او باي باي. Oh.